أعلنت فصائل مسلحة سورية تشكيل مجلس عسكري لمدينة الباب وريفها الواقعة في محافظة حلب شمالية سوريا بغية محاربة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة السيطرة على المدينة. وأكد رئيس المجلس العسكري أن تأسيس المجلس جاء أيضا لحماية المدنيين من أعمال القتل والتهجير التي ترتكب على يد عناصر داعش. أعلننا نحن المجلس العسكري لمدينة الباب وريفة، وهدفه تحرير مدينة الباب وريفة من تنظيم داعش الإرهابي. وبالنسبة للمساعدات، وجهنا نداء نحن للتحالف على رأس الولايات المتحدة الأمريكية أنه نتمنى تساندنا وتدعمنا في تحرير مدينتنا وريف مدينتنا من تنظيم داعش الإرهابي، لأن الضغوطات على المدنيين يعني في تلك المنطقة كتير كتير صعبة. يعني المدنيين عبعانوا الأمرين، يعني من موضوع ضغوطات داعش واعتقالات وقتل وتهجير وتطهير عرقي. نحن التركمان كمكونات من منطقة الباب أخذنا المكان بالمجلس، واجتمعنا بعد الاجتماعات الكثيرة بأهالي منطقة الباب، أخذنا قرار أنه نسوي المجلس مشان نحرر منطقتنا من داعش الإرهابي. إذا كان مجلس مدينة الباب وريفها يهدف بمجمله إلى تحقيق أهداف ديمقراطية سورية شاملة، أو حتى على مستوى مدينة الباب وريفها لكن على أسس ديمقراطية دون التمييز بين المكونات على أي أسس عرقية أو طائفية أو ما شابه، أي إذا كانت ذات بنى وأفكار ديمقراطية، فبالتأكيد سيجدنا إلى جانبه.